السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام المتابعين الكرام، نشارك معكم واحدة الخطوات كيفاش نديرو دعامات نحكمو نشدو بهم الديكور تاعنا. دعامات كيفاش نخدمو الديكور تاعنا من غير ما نثقبو السقف تاعنا. الحالة هذه معروفة، يكون عندك ديكور هكذا متوازي مع الفولور رام هكذا كيما صبعتي رام في الاتجاه هذا، الديكور في اتجاه واحد يعني متوازيين. لو يكون العكس عام الفولور هكذا راح تفيسي كل 50 مع الفولور. هو للعلم الديكور هذا ما كانش في الحساب، كان في الحساب شومبرا سام بقاش تعاود ولا هذا في الحساب. هنا اللي توقع الحالة هذه عندنا لي فولور ورام رايحين، هيا وحده هنايا وحده هنايا واللي منها راهي في الصور كورنيال. الكيسون تاعنا هذا جا في الوسط، يعني الفولور هذاك وراه جايه في الوسط هنايا، هذا جابين لي فولور هنا وهنا جابين لي فولور. الى باش تقطع هكذا ودير شوت الداخل وتفيسي فيه، معناتها البلاكه هي لا راهي رافده، شوت هذاك محطوط فوق بلاكه وهذه لا راي ولا كورنيال ولا ايا كانت راهي مبسيها في الشوت هذاك وهو اللي راح رافدها وبلاكه هي اللي راهي سيبور. وكنت شرحت لكم طريقه كيفاش باش بلاكه ما تكونش سيبور، هو الفيديو نتاعها مازال موجود. وهذه نتاع غير حاجه سهله بلا ما نستقبلو وبلا ما نخدمو بالطريقه هذيك اللي وليت لكم من قبل. هذيك نتاع واسمو نتاع تفيسين لي فيس هكذا مايلين لبعضهم، واحد مايل لمنا والاخر مايل لهي، هذيك ما تعتمدوش عليها تشديكم هي الديكور، هذيك نهائيا ما تعتمدوش عليها. هذيك تعتمد عليها هكذا، انا باش حطيتها لي راهي هادو في الخط هذا اللي راني مطراسيه، راني داير هادو لي بيس هكذا مايلين لبعضهم، هذوك دايرهم غير زياده باش يشدوا لي يحكموا لي لا راي مع الخط. الديكور نتاعي يبقى مع الخط قبل ما نبدا نرونفورس. هنايا نشرحوها نظرية وتكون مفهومة بإذن الله. بديت لا راي تاعي من الصور من يعني فيسيا في الكورنيير، مازال تجي وحدها هكذا تزد فيسيا فيها تشد بشوفي فرب راهي تجي هكذا، هنايا نبليها هنايا نبليها تدور لهنا تخلص هنايا. هذه كنا شرحناها كيفاش تقطع وحدة وتدخل وحدة في وحدة تجي قوة هذي ما شاء الله. هنايا كيما ركبتها هنايا زدت لها المورسو هذا لليه هكذا، هذي فيسي تاع هذو لي فيسي هكذا مايلين لبعضهم. بس هو هذيك ما تعتمدوش عليها انت، هذيك غير باش تشدك الديكور برك. هنايا راهي دايره راهي مبليه هنايا، وهاي لك هذا الفيس هذا راهو في الفولور، الفولور جايه هنايا هكذا هذيك وراهي هكذا وجايه هنايا، هذا راهو فيها، هذا غير باش ما تميلش هذا المكان. يعني هنايا راهي شاده هنا وين مراشوطين، درت لهم هذيك شغل ستيل كونسول. هذه شوفوا شو تاع فيرور ولا موندون، من الاحسن تكون هكذا واقفه خير من تكون راكده. راهي انفيسيا منا في لاراي وانفيسيا منا في لاراي او ليك الفيس، وزيد لها زوج لي فيس هنايا في الفورور. الفورور هنايا راهي جايه هكذا هكذا، هنايا راح في الطرف تاع الفورور وهنا راح في الطرف تاعها باش تعرف فور راهي الوسط تاعها والاطراف، تثقب غير بالفيس هنا هكذا. اذا قاس في الفورور صافي راه في الطرف، اذا راح ديريكت معناتها ما كاش تجي جبد شويه كي تعرف وراه دير لي فيس هكذا مايلين ودير زوج خير من ملي دير واحد في الوسط. الفايده من هذه هكذا راهي شاده في الفولور الفوقانيه وهاي رافده في الجناب تاعها لا راي هذه، يعني هنايا انا حاكمين بالحديد مع الحديد ما راش دايرين بلاكا سيفور. هذه راهي شغل كونسول، الكونسول اللي هو هذا نتاع البايفون واسمو هذيك السنتوره اللي راهي خارجه هكذا ما فيها حتى بوطون، بصح راهي رافده شغل على الشكل هذا. وهذه طبعا ما عادش تصلح لنا في مسافه كبيره هكذا حاجه 20 30 سنتيم تصلح، ما فوق تولي ما تصلحش. من بعد بين واسمو بين ترافيرسا وترافيرسا المسافه تختلف بين الوحده والوحده، تختلف حسب نوعيه نتاع الحديد وحسب السمك تاع الحديد حسب العرض تاع الحديد. هذه لا راي ناف 9 سنتيم قادر غير فيس منا هذا اللي راح في الفولور هنايا ومن هي تشد روحها، ولكن هذو راني دايرهم غير زياده ايضا باش نوصلوا الفكره وتكون خدمه مضمونه باذن الله. الكورنيير تكسر لها بزاف، باسكو الكورنيير هي حاجه ماهيش صحيحه. الكورنيير اقل شيء نقولوا 50 ما تفوتش 50، كيما واسمو لا راهي هكذا 48 60 70 نورمال.
هكذا هاكي تتعلق فيها عادي نورمال يعني راهي شاده ها شاده هكذا ما شاء الله هكذا مضمونه باذن الله ها هكذا ماشي هذو لي فيس المايلي اللي راهم شادينها هذا وهذا هما اللي راهم شادين هاني في الوسط هاي بين ترافيرسا وترافيرسا هكذا هاي ليك صحيحه ما شاء الله هنايا هكذا يعني دايرها غير باش نوصلوا الفكره هكذا نعاود نحيها تمثيليه قلنا من لهنا ما تكونش بزاف اذا كانت حاجه 40 ولا ما شكيش تصلح هاي من لهنا عندنا غير 20 سنتيم شوفوا هكذا هي صحيحه هكذا شوفوا هاي صحيحه ها هنايا من لهنا حوالي 30 شوفوا هكذا تولي تميل شويه على ذلك قلت لكم فما 30 فما فوق ما تصلحش هكذا حاجه 20 15 ما شاء الله بلا ما تخب البلافو من الأحسن يكونوا زوج ليفيس في الطرف تاع الفيلول أو نص الفيلول واحد منا وواحد منا خير من اللي يكون واحد في الوسط شوفوا يكون واحد في الوسط ماشي الآخر بزاف هكذا وصحيحة نفس الشيء هكذا بواحد في الوسط وصحيحة على دير شوية من الفوق وتفيسي فيه هذا المقطع نزلته من شبكة التواصل الاجتماعي من إحدى المجموعات أحد الإخوة نشروا في المجموعة يوضح أنه كيسو كيت فيسي في البلاكة ما يشج يطيح دوك شوفوا الصورة نتاع الكيسو كان طايح بعد ما خدم وسبغ وكمل أو الكيسو بدا يتحل ومن بعد السيد كمل النحاه هذا على هذيك اللي نشرتهم مع الموضوع نتاع اليوم عنده علاقة ما ناش نعيبو خدمة نتاع الناس ولكن كيما تعلم من خطأ نتاعك من خطأ غيرك أيضا تقدر تتعلم ما قري هذه ماشي خدمة بروفيسيونال ولكن كيف يسافر بلاك اللي يطاح لأنه خادم غير بليشوت تاع لي كورنيير ولو كان في سام في الحديد ما يطيحش هكذا ان شاء الله وصلت الفكره هذه دمتم في رعايه الله وحفظه السلام عليكم